السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي، إن شاء الله كامل تكونوا بخير وطيوركم إن شاء الله تكون بصحة جيدة. خوتي على بركة الله نبدأ في موضوع خفيف اللي هو خوتي على الأصابع تاع الفرخ اللي تغير المسار تاعها اللي هي كما نقولوا حنايا معوجة، وهذا يا خوتي ناتج من مواد التعشيش اللي تكون في العش تلصق مع الأصابع تاع الفرخ وتقدر تغير المسار تاع الأصبع. خوتي كما راكم تشوفوا معايا خوتي الفرخ هدايا الله يبارك ما شاء الله قلبته خوتي وجدت باللي عنده الأصبع تاعو كما راكم تشوفوا معايا الأصبع الخلفي متجه نحو الأعلى طالع على كل حال، لهذا قررت خوتي باش ندخل ونجرب باش نعالجه إن شاء الله. واش نسحق خوتي؟ سبالادرا خوتي، يوجد أنواع كثيرة على كل حال، اللي كانت عندك هذيك هي، ومقص صغير باش نقطعو بها بهذا الشكل خوتي. نقطعوا السبالادرا. قد يتساءل البعض خوتي علاش راك تقوم بهذه العمليه واش المشكل واش من المغزى ديالها. المغزى تاعها خوتي الفراخ كي تكبر سواء ذكر ولا انثى ويلحق الموسم التزاوج خوتي، بالنسبه للانثى ماهيش راح تحكم، يكون فيها مشكل تاع التوازن فوق المجتم، هنا يقدر يسبب لنا في مشكل تاع البيض غير المخصب. وكذلك بالنسبة للذكر عندما يريد تلقيح الأنثى ما يحكمهاش كما ينبغي على كل حال، ويقدر يسبب لنا كذلك بيض غير مخصب، لهذا من الأحسن نتفادوا هذا المشكل خوتي. ويوجد خوتي كذلك دي بروتيج كيفاش نعيطو لهم حنايا، دي بروتيج سبيسيال تاع الأصابع تاع الفرخ باش يعالجوا المشكل هذايا. اللي كان عنده على كل حال هذيك هي، واللي ما عندوش خوتي يستعمل هذه الطريقة. نحكموا الفرخ خوتي كيما كنتو تشوفوا معايا، ولا كان فيه الخاتم أحسن نحكموا سبالادرا اللويو سبالادرا خوتي على الخاتم، ولا ما كانش فيه خاتم خوتي يلوي على الساق تاع الفرخ. واش ندير خوتي؟ الاصبع هذاك خوتي اللي كان متجه الى الاعلى نحكمو نعاود نرجعو لمكانه كيما راكو تشوفو معايا خوتي، وندور عليه خوتي سبالادرا بهذه الطريقة. هكذا خوتي ان شاء الله تكون صورة واضحة كما راكو تشوفو خوتي. الاصبع هذاك اللي كان متجه نحو الاعلى عاودت رجعته للمكان تاعو كما راكو تشوفو. الحمد لله خوتي، ان شاء الله تكون هذه العملية خوتي تفيد الفرخ ان شاء الله. هكذا خوتي كملنا في من علاج الفرخ هذا، وان شاء الله كما يقول لك الفيديو هذا يكون عجب ولا استفاد منه بعض المربيين اللي يعانيوا من هذا المشكل. وفي الاخير قلكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.